أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص في بيان وقف إنتاج طائرات A330 وتوقف تسليمها عام 2021، وذلك بعدما قررت شركة طيران إمارات خفض طلبيتها لشراء 39 طائرة من هذا النوع. من جهة أخرى، قالت المجموعة في بيان إنها حققت أهدافها للعام 2018 بتسجيلها زيادة بنسبة 29% في الأرباح الصافية التي بلغت 3 مليارات يورو. وكانت طائرات الإمارات قد طلبت بدلا من طائرات A330 شراء 40 طائرة A330 نيو و30 A350، ولم تذكر إيرباص قيمة الطلبية التي تشكل تعويضاً.